السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات. عنوان درسنا لهذا اليوم: التناسبية السرعة المتوسطة. أهداف الدرس: التعرف على السرعة المتوسطة لجسم متحرك، ثم حساب السرعة المتوسطة، المسافة المقطوعة والمدة المستغرقة. وضعية الانطلاق: قطعت سيارة المسافة بين مدينة أكادير وبولميم والمقدرة ب210 كيلومترات في ظرف 3 ساعات. ما هي السرعة المتوسطة التي تسير بها هذه السيارة بالكيلومتر في الساعة؟ أعيد: ما هي السرعة المتوسطة التي تسير بها هذه السيارة بالكيلومتر في الساعة؟ إذن لدينا 3 عناصر: لدينا المسافة وهي 210 كيلومترات، لدينا المدة وهي 3 ساعات، ولدينا السرعة التي تسير بهذه السيارة أو السرعة المتوسطة. إذن كيف سنحصل على السرعة المتوسطة؟ إذن سنأخذ المسافة 210 كيلومترات، سنقسمها على المدة 3 ساعات تساوي 70 كيلومتر في الساعة. إذن السرعة المتوسطة هي 70 كيلومتر في الساعة، بمعنى أن هذه السيارة تقطع 70 كيلومترا في كل ساعة. أتذكر، إذن لحساب السرعة المتوسطة قلنا نقسم المسافة على المدة. لحساب المسافة سنضرب السرعة المتوسطة في المدة، ولحساب المدة سنقسم المسافة على السرعة المتوسطة. إذن تمرين تطبيقي، أتمم ملء الجدول التالي. لدينا جدول فيه 3 عناصر: المسافة بالكيلومتر، السرعة بالكيلومتر في الساعة، ثم المدة بالساعة. في الخانة الأولى لدينا 400 كيلومتر كمسافة، ولدينا 4 ساعات كمدة. إذا نبحث عن السرعة المتوسطة بالكيلومتر في الساعة. في الخانة الثانية لدينا 150 كيلومتر كمسافة، ولدينا 60 كيلومتر في الساعة كسرعة متوسطة. نبحث عن المدة بالساعة. وفي الخانة الثالثة لدينا السرعة المتوسطة 45 كيلومتر فاصلة 5 في الساعة، والمدة 5 ساعات. نبحث عن المسافة بالكيلومتر. إذن كيف سنحصل على السرعة؟ إذن سنطبق القاعدة. لحساب السرعة يكفي أن نقسم المسافة 400 مقسومة على المدة 4 تساوي 100 كيلومتر في الساعة. لحساب المدة في الخانة الثانية يكفي أن نأخذ المسافة دائما ونقسمها على السرعة المتوسطة، تعطينا 2.5 ساعة أو ساعتان ونصف. إذن ساعتان ونصف هي ساعتان وثلاثون دقيقة. ولحساب المسافة في الخانة الثالثة نأخذ السرعة المتوسطة ونضربها في المدة تساوي 227 كيلومتر فاصلة 5. معلومات إضافية: إذن السرعة بالفرنسية هي فيتيس، المدة بالفرنسية هي طون، والمسافة بالفرنسية هي ديستانس. شكرا على حسن المتابعة.